على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق شوطنا الثالث وشوطنا الثالث الخاص بالأبكار. مشاهدينا الكرام نذكر الأخوة، نذكر المتابعين، نذكر أيضا المشاركين، أي موتر ملول يحرم شارته ويخالف ويمنع من المشاركة منعا باتا. على بركة الله مشاهدينا الكرام شوطنا الثالث لا يقل أهمية عن شوطنا الأول والثاني الذي أيضا ذهب إلى أيضا هناك الشوط الأول أيضا بن أضحي بن سعيد بن خميس العويسي من خلال الشاهنية، وهناك أتانا في شوطنا الثاني شياب عبد الله بن مطر بن حاذة الاكتبي. على بركة الله شوطنا الثالث، لمن هذا التحدي؟ لمن هذا الفوز؟ البداية مشاهدينا الكرام ملوح عيلان بن معيوب بن سعيد الشدي المنصوري يقدم لنا البداية، ويقدم لنا ملوح مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز وثاني التحديات هناك التي تنطلق مشاهدينا الكرام من خلال هذا التقدم الرائع، من خلال ايضا الاسم المنطلق هناك مع المركز الثاني اللي غيرت البدايه مياسه سعيد بن حزين بن ثعيلب الهايري اللي غير البدايه وانطلق بناموس هذا الشوط. المركز الثالث ثالث المراكز هناك مشكوره سلطان بن مفتاح بن عبد الله الخاطري يقدم لنا مشكوره مع المركز الثالث، والمركز الرابع رابع المراكز عنوان 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 تنطلق بعنوانها المميز هناك بشعار راشد بن محمد بن راشد بن غدير مع المركز الرابع والمركز الخامس. وصلت الدهمة وانطلقت الدهمة عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي يقدم لنا الدهمة خامسا، والمركز السادس سادس المراكز هناك سمحة تنطلق حمد بن علي بن سويدان الكتبي مع المركز السادس، والمركز السابع سابع المراكز مشاهدينا الكرام الشايبة مبارك بن سهيل بن مبارك الاكتبي مع المركز السادس، والمركز السابع سابع المراكز مشاهدينا الكرام. يا سلام التقدم الرايح حفلة أضحي بن سعيد بن خميس العويسي يتقدم إلى المركز السابع والمركز الثامن ثامن المراكز. من الجانب الآخر هناك الضبية سعيد بن مفرح بن مطر المسافري مع المركز الثامن، والمركز التاسع هناك بشاير احمد بن سليم بن بطي العامري، ولكن نعود مع الدهمة اللي غيرت البداية اللي غيرت المقدمة. الدهمة مع البداية. يا سلام تبى تضيف انجاز. ركز يا بن مرخان. يا سلام البداية الدهمة عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي يقدم لنا الدهمة. يا سلام. ركز يا بن مرخان. ولكن هناك ايضا واصلة ومنطلقة عنوان تبى تسجل عنوان هذا الشوط باسمها مع راشد بن محمد بن راشد بن غدير مع المركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام من الجانب الاخر. يا سلام شوف الانضمام، شوف التحرك الرائع من خلال ملوح عيلان بن معيوف بسمحة حمد بن علي بن سويدان الاكتبي اللي غير البداية اللي غير المقدمة، ولكن الامتار الاخيرة ولكن العويسي قادم مع المركز الثالث والبداية مشاهدينا الكرام مع سمحة متسمحة امورها مع البداية مع صدارة هذا الشوط حمد بن علي بن سويدان الاكتبي، ولكن عنوان تتحرك على المركز الثاني راشد بن محمد بن راشد بن غدير، ولكن البداية سمحة عنوان الابناء مرقم، ولكن نعود مع البداية. شوف التحرك الامتار الاخيرة. يا سلام سمحة عنوان ولا عنوان ولا سمحة، ولكن سمحة الشوط مع البداية. تهانينا والناموس حمد بن علي بن سويدان الاكتبي على انتزاع سمحة المركز الاول. المركز الثاني عنوان راشد بن محمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث حفلة أضحي بن سعيد بن خميس العويسي، والمركز الرابع مياسة سعيد بن حزين بن ثعيلب الهايري، والمركز الخامس بشاير أحمد بن سليم بن بطي
العامري. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. نعود بالتهنية لمالك سمحة حمد بن علي بن سويدان الكتبي على انتزاع سمحة المركز الأول. تهانينا والناموس.